وللوقوف عند إمكانية توقيع اتفاق جديد مع إيران بشأن الاتفاق النووي. ينضم إلينا عبر سكايب من تورنتو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. سيد طارق، مرحبا بكم. يعني ترامب في تصريح له أثناء قمة السبع يقول إن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، لكن في الوقت ذاته يقول إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني إذا توفرت الظروف. ماذا يقصد بالظروف سيد طارق؟ الخصومة أو المشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كانت الولايات المتحدة دائما تقوم بالضغط الكثير، يعني أنها تنتهج عملية ونظرية الضغط لأعلى درجاته، ومارسة هذا الضغط على النظام الإيراني من خفض صادرات إيران للبترول، ومن خفض الدبلوماسية الإيرانية والضغط الكثير على الساسة الإيرانيين وعلى الحكومة الإيرانية حتى تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات لعقد صفقة جديدة، إذ أن الرئيس الأمريكي يريدها ليقول للعالم وليقول للإدارة الأمريكية أننا استطعنا أن نكسب دولتين أرهابيتين ودولتين خطيرتين في العالم، أنها كوريا الشمالية وإيران، وجلبناهم إلى طاولة المفاوضات وقمنا بحلحلة الأمور والخلافات بينهما وبين الولايات المتحدة. لذلك الرئيس الأمريكي كان دائما وإدارته متخذين هذا الأسلوب في تركيع النظام الإيراني وخضوع النظام الإيراني وخروجه من المناطق المتواجدة فيه في شرق الأوسط بغية الاتفاق النووي وتغيير سلوك النظام الإيراني في المنطقة والعالم. لكن فرنسا تدعو إلى التهدئة سيد طارق. اولا الموقف الاوروبي هو موقف ضعيف جدا، لان الاوروبيين اليوم منغسمين على انفسهم. طيب. رئيس الوزراء البريطاني اليوم يبحث عن الخروج السريع من الاتحاد الاوروبي ويسارع بهذا المشروع، والمانيا وفرنسا اساسا لم يكن لديهم اي دور حقيقي واي دور ملموس في الازمات في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط، وراينا كيف كان الموقف ضعيف من قبل الالمان والفرنسيين في ازمه سوريا وحتى في ازمه جزيره القوم، عندما قام بوتين الرئيس الروسي بالدخول في هذه الجزيره واقتاع الاوكرانيين لاراداته. لذلك الاوروبيين اليوم هم غارقين بكثير من الازمات ولا يستطيعوا ان يحلوا ازماتهم بانفسهم، وبعيدون كل البعد عن الازمه بين الولايات المتحده وايران والاتفاق النووي، فتبقى هذه الحلقه هي الحلقه الاكثر ضعفا بين الايران وبين الولايات المتحده، اذ النظام الايراني يحسب عليها الف حساب، ولكن ستكون قد خابت ان لم تكن ستخيب ان لم تكن قد خابت. طيب. الان سيد طارق، التصعيد من جانب دونالد ترامب، تعتقد انه انعكس على زياره جواد ظريف التي لم يحرز فيها اي تقدم في فرنسا؟ اولا الرئيس ترامب دائما يعني يعكس ضعف الساسة الإيرانية ويعكس ضعف الدبلوماسية الإيرانية، ويقول للعالم بأن الإيرانيين هم الذين يحتاجون ترامب وهم الذين يحتاجون المفاوضات مع الولايات المتحدة، ونحن نستطيع أن نخضع ونركع الإيرانيين ونجلبهم لطاولة المفاوضات بغية العقد والاتفاق النووي الجديد معهم. وتأتي هذه التصريحات اليوم من ترامب في مقابل ضعف إيراني واضح في إدارة الصراع لهذه الأزمة، ولكن في الجانب الآخر أنا لا أرى أي مفاوضات، أنا لا أرى أي لقاءات جديدة بين الرئيس روحاني وترامب كما صرح الرئيس الفرنسي بذلك، لأن أساسا المشروع النووي والاتفاق النووي الإيراني حاليا يدار من قبل المرشد الإيراني خامنئي. طيب. وجواد ظريف هو عنصر خامنئي لإدارة الموقف ولإدارة الصراع مع الغربيين، والرئيس روحاني لا يستطيع أن يقوم بتحرك فردي ولقاء ترامب. أيضا سيد طارق، نعود إلى الموقف الأوروبي.
يعني رئيس الوزراء البريطاني يقول أن هناك ثمت فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي إذا بشرط إذا أوقفت سلوكها الهدام في المنطقة، هل تعتقد أن ذلك ممكن الآن؟ أولا النظام الإيراني بعدما رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.7 كانت رسالة واضحة للأوروبيين بأننا نستطيع أن نتلاعب أيضا بالاتفاق النووي. وخير دليل على كلامي هذا أن النظام الإيراني قام باستفزازات كثيرة في المنطقة، وهي رسالة إلى الجانب الغربي والجانب الأوروبي الجانب البريطاني أننا لم نخطأ أخطاء الآخرون في صراعاتهم مع الغرب ومع الولايات المتحدة. لذلك النظام الإيراني اليوم لا يمكن أن يغير من سلوكه، لأن أساسا هو قائد في كثير من الأزمات في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط. واليوم النظام الإيراني بعدما غام جواد ظريف بمقترح 700,000 برميل للأوروبيين هي أساسا تعكس الضعف الاقتصادي والحالة القائقة الذي النظام الإيراني الآن بها، والضعف نعم. الذي ضرب كاهل الاقتصاد الإيراني وضرب النظام الإيراني بعمقه. سيد طارق، الولايات المتحدة يعني دائما ما تكرر تهديداتها لإيران، لكن هل سنشهد ربما في الأشهر المقبلة، يعني خاصة أن إسرائيل قد دخلت على الخط، هل سنشهد في الأسابيع أو الأشهر القادمة أي تحرك عسكري ضد نظام الملالي في إيران؟ أساساً إسرائيل منذ 2011 حتى يومنا هذا، حسب تصريحات الغادة الإسرائيليين وحسب يعني الاتفاقيات والضربات والغصف الذي رأيناه منذ ذلك الحين ليومنا هذا، غام بأكثر من 200 وإن لم تكن 300 غصف و300 ضربة للنظام الإيراني في كل مكان، في سوريا، في لبنان، في العراق، في كل مكان. اليوم الإسرائيليين لا يسمحوا لإيران بالاقتراب من حدودهم. لذلك إسرائيليين هم الآن صاحبين القوة الأكثر في منطقة الشرق الأوسط، ويريدوا أن يضعفوا دور إيران في المناطق المتأزمة في الشرق الأوسط. بالتالي النظام الإيراني وتحت هذه الضغوط وتحت هذا الضعف الاقتصادي لا يمكن أن يفكر حتى بالحرب الجديد مع إسرائيل، ولا يمكن أن يفكر أن يدخل في مسار وفي أزمة جديدة لن يخرج منها سالما هذه المرة، وهي إسرائيل وحلفائه الإقليميين والعالميين. لذلك أنا أي تصعيد إيراني ضد إسرائيل، وأساسا الإيرانيين حتى لم يقولوا ولم يصرحوا ولم يعترفوا بضعفهم وبخسائرهم بخسائرهم في إسرائيل وفي المكانات الأخرى التي قصفت من جانب النظام الإسرائيلي. عبر سكايب من تورنتو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.